من حوالي 22 يوم صار في تقصير في مكان ما، إلى أن تبين أنه لما تحركت مخابرات الجيش من خلال يومين فهمت كيف وصلوا لخيط وفهمت كيف اعتقل الجاني، وصار في اعتراف من الجاني بارتكاب الجريمة. اليوم وجدوا الأربع جثث ولا جثتين؟ لا لا، جثتين اللي تبين لحد هلا. بعد حددوا هويتهم؟ بعد في عنا ما لا، هويتهم مش معروفة بعد لأنه ما عندناش معلومات. هذا النوع من الجرائم يعد جديد على مجتمعنا طبعا. صار لأول صار مصدومي بهالجريمة فهمت كيف، لأول مرة بتصير جريمة بهذا الشكل، ما حدا بيعرف شو الأسباب. أربعة بيختفوا 22 يوم، للأسف في تقصير، بنرجع بنقول إنه في تقصير في مكان ما، وشكرا لمخابرات الجيش اللي قامت بهذا الجهد وقدرت توصل للجاني فهمت كيف، تعتقله ويعترف إنه في جريمة لحد هلا. على كل حال فهمت كيف، أكثر من هيك ما فيناش نقول لأنه بقية المعلومات يعني عند اللي وجعك أكيد وجع المختار. طبعا وجع الكل، البلد كلها مصدومة، البلد كلها متعاطفة مع المختار، بما فيهم أهل المتهم. أهل المتهم مصدومين، يعني أمه للمتهم اليوم بالمستشفى لأنه هذا الخبر نزل كصاعقة عليها، ما بيعرفوا ليش ابن ارتكب هذه الجريمة للأسف. على كل حال شو بدنا نقول اكثر من هيك، الله يصبر اهل الضحايا. انه بهاليومين بيلاقوا اماكن اخرى ان شاء الله باقرب وقت ان شاء الله بيبين. ما في معلومات؟ لا لحد هلا ما في، لحد هلا للثانيين اللي باقيين ما فينا نقول شيء بعد لانه نحن عم ناخذ المعلومات من مخابرات الجيش. هلا دين في جثتين لقوهن وبعد في تنتين مختفيين، اكثر من هيك ما فينا نقول. شكرا حبيبي. من رئيس حديت اللحظة في جثتين وجدوا داخل مغارة بأحد أخراج بلدة انصار، بينما في آخرين لم ما وجدوا، يعني ما معروف إذا ممكن يكونوا عايشين حسب ما وضعنا بالصورة الرئيس البلدية أو ميتين. إن شاء الله يكونوا ميتين وبيرجعوا لعند المختار الصفاوي، يكونوا عايشين يا ربي ويرجعوا لعند المختار الصفاوي ويستقبلهم ويحضنهم ويشم ريحتهم. هذا اللي فينا نقوله لحد